السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة معكم معتصم العتباني. يا ريت ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة تبقى حلقة مراجعة لموبايل من شركة ريلمي، هو ريلمي سي 11. يلا بينا نتعرف على مواصفات الموبايل ده ومميزاته وعيوبه، ويلا بينا نبدأ. معالج الموبايل ميديا تك هيليو جي 35، ومساحة التخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام، هي نسخة وحيدة مفيش غيرها. والكاميرا الخلفية ثنائية، الأولى بدقة 13 ميجا بكسل والتانية بدقة 2 ميجا بكسل. الشاشة بمساعة 6.5 إنش، ونظام تشغيل الموبايل أندرويد 10 باي. الموبايل مصنع كله من البلاستيك، وبيركب شريحتين اتصال وكارت ميموري، وكارت الميموري ده بيصل حجمه لحد 256 جيجا. شاشة الموبايل جاية بحجم 6.5 بوصة بدقة 720 بكسل في 1560 بكسل بجودة HD بلس، مع كثافة بكسلات 270 بكسل لكل بوصة، وأبعاد عرض 20:9، والشاشة جاية على شكل نوتش ووتر دروب. معالج الموبايل ميديا تك هيليو جي 35 ثماني النواة وبدقة 12 نانومتر، وجاي بمساحة تخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام، وجاي بأندرويد 10 مع واجهة ريلمي 1 UI. والكاميرا الأمامية جاية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4، وبتدعم وضع ال HDR، وبيصور فيديوهات توصل ل 1080 بكسل. وجاي بكاميرا خلفية ثنائية، الأولى بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2، ودي الكاميرا الأساسية. والكاميرا التانية جاية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.4، ودي المخصصة في العزل. والكاميرات بتدعم فلاش ليد ووضع ال HDR، وبتصور فيديوهات 1080 بكسل. الموبايل بيدعم منفذ 3.5 مليمتر الخاص بسماعات الأذن، وبيدعم خاصية الفيس أنلوك. بطارية الموبايل جاية بساعة 5000 ملي أمبير، والموبايل بيدعم الشحن بقوة 10 واط، وبيشحن بمنفذ USB عادي. وألوان الموبايل المتوفرة الأخضر والرمادي. احنا كده خلصنا المواصفات، يلا بقى نخش على عيوب الموبايل. الموبايل ما بيدعمش مستشعر البصمة، وكانت المفروض يعني المساحة تيجي 32 جيجا مع 3 جيجا رام، يعني محصلش حاجة. طيب يلا بقى نخش على المميزات. تصميم الموبايل شيك وجذاب، وشاشة الموبايل كبيرة هتبقى كويسة جدا في مشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب، زائد ان الشاشة جاية عليها طبقة حماية، وزائد ان معالج الموبايل كويس هيخليك تقوم بمهامك اليومية، وهتلعب برضو عليه ألعاب بس على اعداد الجرافيك قليلة شوية. وكمان ألوان الموبايل حلوة، وكاميرات الموبايل هتقضي الغرض معاك في الفئة السعرية دي. البطارية كبيرة وهتقضي معاك اليوم كله باستخدام كويس، وبصراحة ده هيبقى أحسن موبايل في الفئة السعرية دي. كمان الموبايل بيشغل راديو FM. سعر الموبايل 100 دولار، بما يعادل في مصر 1600 جنيه. وبس كده، دي كانت كل حاجة عن حلقة النهاردة. ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وشكراً.